اللي هي في الدنيا. ليلى جهزيها يا بنتي، جهزيها. واحد هنا فوق. لا لا صباح صباح، امسك نفسك صباح. عارف استقبلنا شويه. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن قولي يا فندم حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا ايه؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. بس استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. اما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسيت انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه يا اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. مشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. قولي يا اخويا كول، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت راح اروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي يا فتون. اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند قلت صح؟ اسمع يا فتون وكتاب ربنا، لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا، مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك، هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟
ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علم. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رأيك في طلعة الاسكندرية؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندرية؟ انا وانت وفتون في مصلحة هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. يرئيها يعني. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو محضر لك شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق